عدن مدينة منكوبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بس صراحة في شجعان من أبناء عدن، لاحظوا كيف ينقذوا هذا الشاب، صراحة رجال، والله رجال. أين الدولة وأين الحكومة وأين وأين؟ صراحة أسئلة كثيرة، أسأل الله العافية. شاهدوا صور صراحة ومرعبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمطار غزيرة جرفت سيارات ومساكن المواطنين، صراحة خلفت ضحايا من الساكنين بشكل كبير جدا، وتسببت كمان في نزوح الكثير من الناس. يعني أكيد خايفين من هطول أمطار غزيرة جديدة. هذه صور سيارات مهشمة ومواقف، صراحة مواقف بطولية كمان لناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إغلاق منازل وكل شيء. سالما منعما وغانما مكرما.